بأني فخور بكم لأنكم تحيون فكر العظماء وتلبون نداء الوطن لاستكمال مسيرة البناء والعطاء بعد أن تم تشكيل مجلس قومي لشؤون القبائل المصرية يمثل كل أبناء القبائل المصرية في كل أرجاء الوطن، والتي يمثل ثلث سكان مصر تقريبا. السادة الحضور، شكر وعرفان من القلب لكل أبناء القبائل المصرية، والشكر أيضا لجميع الائتلافات المنتمية للقبائل المصرية لتضامنها ولانضمامها للمجلس القومي لشؤون القبائل المصرية ليكون هو الممثل الوحيد لها. وتشرف المجلس بمنح الشيخ كامل مطر رئيس جمعية أبناء القبائل على دوره المتميز والوطني في جمع السلاح في سيناء ومنحه شهادة تقدير. تقديم شهادة تقدير إلى السيد المستشار محمد صالح عدلان.